أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة على الهواء مباشرة من برنامج مساء وصباح. حلقة النهاردة تخص كل أم ابنها، أو بمعنى أصح طفلها، عنده بعض المشاكل الصحية اللي إن شاء الله نلاقي لها حل من خلال حلقتنا، أو لو كان ابنها سليم معافى وعايزة عايزة تحافظ على صحته وعلى قوة بدنه. نستقبل دكتور شريف المهدي، ماجستير طب الأطفال جامعة القاهرة وأخصائي رعاية الأطفال والمبتسرين. دكتور شريف أهلا ومرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. دكتور شريف، خلينا مبدئيا نتكلم عن الطفل المولود حديث الولادة، سليم معافى مفيش أي مشكلة خالص، بس الأم عايزة تعرف إيه الفيتامينز اللي تمشي عليها علشان تحافظ على صحة ابنها. تمام، بص حضرتك، في ساعة الولادة تمام كده في فيتامين كاف المفروض يتاخد بجرعة وقائية، اللي هي جرعة الأطفال حديث الولادة لكل الأطفال المولودين، حاجة في روتينية نفس اليوم الولادة، في نفس اليوم الولادة طبعا، أفضل أو في خلال 72 ساعة، بس الأفضل في غرفة الولادة مباشرة. بيبقى دكتور الأطفال حديث الولادة اللي اتعامل مع البيبي هو اللي بيحط الإيه الحقنة، بيديها له كجرعة وقائية. حصل لا قدر الله بعد كده بقى نزيف من أي حاجة من عند البيبي، سواء مثلا نزيف سري أو نزيف من الفتحة الشرجية أو نزيف معوي، يبقى في جرعات بقى علاجية عن طريق الطبيب المعالج. لكن اوكي. كوقاية في جرعة تتاخد في زيرو داي، رقم اللي هو أول يوم في عمر البيبي، دي جرعة وقائية لازم تتاخد لكل الأطفال المولودين. ادي اول فيتامين. تاني فيتامين لازم بيتعامل مع الام بطريقه طبيعيه، وفوت ده البيبي ياخده من اول يوم، الاول كوميدي بدا رابع يوم، اللي هو فيتامين د. فيتامين د طبعا ده بعد ما ياخد فيتامين كاف. فيتامين كاف ده بيبقى حقنه، ده حقنة، فلازم الدكتور اللي بيديه ده اول ما الطفل يتولد بعد الولاده مباشره. وفي نفس ده برضه اليوم عشان برضو حضرتك عارفه ده مسؤول عن تكوين عوامل التجلط في الكبد، فيتامين وده بيطلع من طريق حاجه اسمها البكتيريا النافعه في الامعاء بتاعه البيبي، اللي هي لسه ما وظيفيا ما اشتغلتش كويس، فلازم الام تاخد ايه، او البيبي سوري ياخد الايه الجرعه دي. اوكي. فده بالنسبه لفيتامين كاف. فيتامين د برضو جرعات الوقايه بتاعته بتتاخد، الاول كنا بنديكم اربع من سنه اربعه، دلوقتي من اول يوم من عمر البيبي، اللي هي الجرعه الوقائيه العاديه، بيبقى نقط معروفه خالص موجوده في الصيدليات ومتوفره، ولازم الطفل ياخدها من اول يوم لغايه سن تقريبا ايه التسنين ما يكتمل، يعني سنتين او اكتر حسب رؤيه الدكتور الموجود. لكن وقائيا والام مش يعني الطبيعي بتاعها المفروض تاخد الايه فيتامين د دوت. ده جرعات وقائيه. لو الطفل بقى ما سننش في ميعاده، ما قعدش في ميعاده، ما مشيش في ميعاده، بيبقى في هنا تعديل في جرعات فيتامين د عشان تبقى جرعات علاجيه مش علاجات وقائيه بس. ده التدخل طبيب. ده تاخد، خلينا نتكلم في الحاجات العاديه ان اي طفل لازم ياخدها، هي فيتامين كاف ادي واحد، فيتامين د. رقم ثلاثه فيتامين ألف. زمان مع تطعيم التسع شهور في الوحدات الصحية كان بيتاخد كبسولة زرقاء معروفة، كانت بتتقص تحط في بق البيبي. دلوقتي في وحدات صحية بتديها وفي وحدات لأ، فلازم نسأل كويس قوي ايه فيتامين ألف ده اتاخد ولا لأ، ولو ما اتاخدش عن طريق الطبيب بقى المعالج ليها بيتاخد للبيبي امتى فيتامين ألف؟ من تسع شهور أو سنة، وبعدين بيتكرر بقى كل تسع شهور جرعات معينة تبقى محددة دكتور برضو لغاية المدارس ما بتخلص تقريبا. دي بالنسبة لفيتامين ايه ألف. في بعض الفيتامينات الاخرى اللي بتتاخد اوتوماتيك مع البيبي لما بيبدا ياكل، فدي محتاج مش محتاجه قوي ان هي تتاخد بطريقه روتينيه زي الثلاثه دول، بس ممكن الدكتور المعالج ليها مع الزيارات بتاعته الروتينيه يحطها زي فيتامين بي مركب وفيتامين هي والحاجات اللي زي كده. طيب مبدئيا الفيتامين د والف ده بيستمر مع الطفل حتى وهو بياكل، نحطه بياكل ليهم بدائل في الاكل؟ بصي احنا منين زي ما قلت لك احنا بندي حاجات وقائيه، فالحاجات الوقائية احنا بنستمر في اخدانها حتى لو الطفل بياخدها في الاكل، بالذات فيتامين د دوت، لان برضو حتى طريقة التغذية بتاعت البيبي بالنسبة للام ما تبقاش قوية او بطريقة صح عشان يحصل امتصاص لجميع فيتامين د اللي بتاخد في الاكل. غير كده كمان ان في بعض الحاجات برضو ما بتاخدش كويس احنا ما كملناش، يعني مثلا زي الحديد والكالسيوم. الحديد والكالسيوم دول المفروض بعد سن 6 شهور لبن الام ولبن حتى الصناعي لو الام بترضع صناعي بيبقى ناقص فيهم الكالسيوم والحديد، فاحنا برضو كدكاتره بندخل الحديد والكالسيوم من سن 6 شهور او 7 شهور جرعات وقائيه مع الاكل، مع الاكل برضو، الى ان انا اضمن ان البيبي بيخش له الحاجات ديت بالجرعات المفروض ياخدها يوميا عشان النمو بتاعه. هعرفها ازاي؟ شوف بقى احنا طبعا احنا لازم نشوف الطول وبنشوف الوزن، بنشوف البيبي كمان في التحاليل المفروض لو انا شايف علامات نقص كالسيوم او علامات نقص حديد او علامات نقص فيتامين د او الف او ببدا ادخل بتحاليل، وعلى اساسها بقى ادي جرعات الايه العلاجيه. تمام كده.
فانا بالنسبه لي مهم قوي ناخد فيتامين كاف، اكد عليها قوي دي ان هي بدات تتنسي، لان المفروض ان المسؤول عن دي هو دكتور النساء ودكتور الاطفال اللي موجود عمل حاجه اسمها انعاش للبيبي اللي هو استلم البيبي يعني. يعني لازم يكون في دكتور اطفال يستلم البيبي. دلوقتي في مصر للاسف في اماكن ما فيهاش دكتور اطفال بيحضر الاولاد للاسف. فاحنا هنتغاضى عن القصه دي دلوقتي وهنقول ان الاب دلوقتي هو مسؤول، عشان نطلع بقى من عمر النهارده. اوكي. لازم يبقى عارف ان في حاجه اسمها فيتامين كاف حقنه بتتاخد مره واحده وقائيا عشان البيبي ما يحصلوش نزيف لا قدر الله نتيجه نقص فيتامين كاف. رقم 2 فيتامين د، خلاص كل الناس دلوقتي عارفه ان الفيتامين د القطره بتاعته موجوده في السوق، موجوده متوفره، فالناس كلها بتاخدها دلوقتي. الحاجه الثالثه المنسيه هي فيتامين الف، والناس ما بتدهوش، وبعض للاسف برضو دكاتره الاطفال بقى طبعا مشغوله وكده فبتنساه انها تديه، فلازم الطفل ياخده من اول سن سنه تقريبا عشان نبقى احنا واضحين في الكلام. لغايه بقى المدارس هي تتحدد كبسوله، وبعدين بعد سنتين بيبقوا كبسولتين لغايه سن السنه المدارس، بعدين ثلاثه كل 9 شهور. بالنسبه للفيتامينات الاخرى المهمه برضو عندي فيتامين سي. فيتامين سي طبعا عشان القصه بتاعه الكورونا اللي احنا فيها وعشان وقائيه المناعه والكلام ده كله، الناس بتكتبه كروتين في حتى الحالات اللي في الرعايه وفي الخروج. احنا دلوقتي هنا الناس مركزه على فيتامين سي كدواء، لا هنا بقى نيجي كلمه حضرتك الاكل او كتغذيه. فيتامين سي مهم جدا ان انا اديه في الاكل، ده اللي يهمني بقى عشان احنا فيه دلوقتي. فيتامين سي موجود ومعروف موجود فين؟ اذا كان قلنا مثلا اذا كان مثلا برتقان او يوسف، ده الكلام دوت في الشتاء، في الصيف في حاجات الثانيه زي الجوافه، زي الفلفل الالوان، الفلفل الاحمر الالوان اللي هو الرومي دوت، ده اكبر تقريبا مصدر فيتامين سي. فيتامين سي مهم عشان امتصاص الحديد اللي احنا قلناه من شويه، وكمان احنا عشان نخلي التغذيه دي، او انا اقول ان التغذيه دي اهم عندي من الدواء، وان انا واخد فيتامينات عن طريق دواء، لا التغذيه مهمه. والتغذيه غير ان هي ليها مكونات ليها طريقه، دي بقى موضوع كبير عايز قعده تانية. طيب اوكي. دلوقتي بقى الامهات في توتر شديد جدا على دخول المدارس، خايفه على اولادها. فازاي نقوي مناعه الطفل؟ تمام. برضه عشان نخش برضه في حته الايه المناعه، والناس دلوقتي شغاله على الادويه والكلام ده كله، لا احنا رقم واحد التغذيه الكويسه. التغذيه الكويسه دي اللي فيها جميع عناصر الاكل عشان انا وكل الالوان، عشان بس اسهل على الامور. يعني كل ما لونت في الاكل كل ما خدت فيتامينات اكتر وخدت حاجات منعه اكتر. لو انت بقى في الخضار الطازه، لو انت في الفاكهه الطازه، لو انت في العصاير، خدت مناعه كويسه بصفه يوميه. عشان نحدد الكلام اهو، لازم ثمره فاكهه او اتنين، سواء عصير او سليم، او في الاطفال الصغيره يبقى ايه مثلا مسلوق زي التفاحه وكده. رقم 2 السوائل. السوائل مهمه عشان حاجات كتيره، منها المناع خلاص كده، السوائل في عمومها سواء شوربه باستمرار او عصاير او اعشاب او ميه طبعا. بتتحدد برفلي كده تقريبا، مثلا قلنا طفل صغير ما عدا سنتين هيبقى حوالي 6 كوبايات اكله وشربه في اليوم، واحد كبير زي حالتنا يبقى من 8 ل 10 كوبايات في اليوم، بيزيدوا شويه في الصيف. تمام كده. طبعا لما اقول سوائل هنا بقول، قلت مش ميه، كل اللي انا قلته ده داخل فيه الاكل حاجه كمان. تمام. يبقى احنا قلنا التغذيه وقلنا السوائل. رقم 3 الراحه، بمعنى ان دلوقتي في مشاكل كبيره قوي في الاطفال بتيجي من السهر، مشاكل صحيه بتيجي من السهر الكتير. منها نقص المناعه طبعا، منها مشاكل او اضطرابات في النمو شخصيا، لان هرمون النمو مثلا بيصدر كتير قوي في الطفل وهو نايم في المرحله بتاعه النوم ديت، النوم العميق ده ما بيحصلش ان الطفل بيبقى سهران، وده غلط. فالنوم العميق الكويس الليل. عدد ساعات يعني بالليل. تمام كده. يبقى احنا قلنا تغذيه، سوائل كتير، النوم بالليل، النوم الكويس. رقم 3 رقم 4 تيجي هنا بقى الحاجات اللي هي لو الطفل عنده مشاكل اصلا في المناعه هيبقى دي قصه دكتور، قصه متابعه، قصه علاج، قصه. احنا بنتكلم في الوقايه، طفل سليم، طفل ما فيهوش مشاكل، او طفل كل شويه بيجي له عيا، لازم الثلاثه دول رقم 1. رقم 4 نيجي بقى للحاجات اللي بقى ايه فيها الحاجات اللي هي ممكن تحسن المناعه. في ناس بتتكلم عن فيتامين سي، تمام ما عنديش مانع. في ناس بتتكلم عن اوميجا 3 واوميجا 6، ما فيش مانع. لو عايز تاخدهم ما فيش مانع، انا عن نفسي ممكن اكتبهم للعيانه انا شخصيا، ما فيش مشاكل. والام لو مصره عندي في العياده ان انا اديها الحاجات دي بكتب لها، بس باكد على الثلاث حاجات الاولانيين قبل ما اكتب الايه اي حاجه. اوكي. بس ده هي كده، ده مناعه صحيه ومفيش اي مشاكل خالص. اتكلمنا بقى على الطفل السليم والوقايه واسباب الوقايه. لو جينا بقى للمشاكل الصحيه اللي الاطفال حديثه الولاده بتتولد بيها، زي الصفره مثلا، ممكن الاحظ على الطفل الصفره من اول يوم. طب بص بقى، انا بالنسبه لي في حاجات لازم يكون في ضوء احمر، لازم الام تروح لدكتور، لازم اتحرك. طبعا الام هنا او ولي الامر، لان الام ممكن تكون تعبانه ومش قادره فتقول لك استنى ثاني يوم او بعد اسبوع، ده ممكن كويسه، لا ما ينفعش.
منها الآتي: واحد، إن البيبي يكون أصفر أول يوم في حياته، أول 24 ساعة صفرة، دي غالبا صفرة مرضية تكسيرية، فلازم الطفل يشوف دكتور حديثي ولادة متخصص، لأن غالبا هيحتاج حجز. أدي واحد. لو الصفرة أول يوم، أول يوم ده لازم ما فيهاش كلام، لازم دكتور. وغالبا يعني في فرق لو الصفرة أول يوم أو ثاني يوم أو ثالث يوم؟ بتفرق. طيب إيه الفرق؟ موضوع الصفرة بقى ده، هقول لك إيه الفرق بقى. لأن الصفرة في حاجة اسمها صفرة طبيعية فيسيولوجية، ده صفرة ربنا يعني يمكن أقول لحضرتك 80 أو 90% من أطفال حديثي الولادة بيبقى عندهم الصفرة الإيه؟ الفسيولوجية. زي ما قلت لك طبيعية، يعني مش محتاجة علاج أصلا، دي حاجة طبيعية محتاجة متابعة فقط. متابعة ليه؟ لأن الصفرة بتأثر عليها حاجات كتير. أولا العمر الرحمي، يعني هو كامل النمو ولا ناقص النمو. ثانيا وزن الطفل، فوق 2.5 ولا تحت 2.5 أو تحت 1.5 كيلو. ثالثا عمر البيبي، عمر اليوم غير العمر الثلاث أيام غير ال 15 يوم غير ال 30 يوم. تفرق في ايه؟ في طريقه التعامل مع البيبي. هل هيمشي تعليمات بس ولا هيتحجز ولا هتابع بتحاليل ولا مش هعمل حاجه خالص؟ واصلا كده هتفرق. انا يهمني بقى في الكل اللي انا قلته ده عشان الناس ما تبقى مستفيده من النهارده، ان اول يوم في عمر البيبي لازم البيبي يشوف دكتور حديث ولاده، لان غالبا هيتحجز. يعني ساعات الام تلاحظ على ابنها لونه مصفر شويه، اول يوم تحطه تحت لمبه نيون او لا؟ بص حضرتك، لو اللمبه دي بتعمل حاجه، لو اللمبه ما كانش حد اتحجز، فعشان نبقى متفقين، في حاجه اسمها طول موجي، في حاجه اسمها العلاج الضوئي بيقولوا ما تشبه الفلورسنت بتاعت الايه البيت، لكن هي بتطلع طول موجي معين بيكسر الصفره عن طريق طيب الجلد. ايه علاج الصفره الطبيعيه؟ الصفره الطبيعيه ما لهاش علاج غير الرضاعه الطبيعيه فقط، عشان بس ايه طبيعيه طبعا او صناعه او الاثنين، ده بيحدده الدكتور. الرضاعه يعني بوجه عام، الرضاعه في العموم هو ده علاج الصفره لكن الطبيعيه. الشمس واللمبه والحاجات الشمس دي. الطفل حديث الولاده صعب احطه الشمس، فصعب موضوع الناس اتكلمت، في ناس ويز وفي ناس مش ضد فالكلام دوت. انا بصراحه ما بعملوش. انا بالنسبه لي الام اشوف هي قادره ترضع كويس ولا لا، عندها انيميا، عندها ضغط واطي، عندها ضغط عالي، بتاخد ادويه ما بتاخدش ادويه، سليمه تمام، الام بترضع كويس وبيبي يمسك صدرها حلو، انا مش محتاج ادخل لبن صناعي. لا في مشكله بدخل لبن صناعي، سواء لوحده او الاثنين مع بعض عشان تساعد. بس ايا كان هي علاج الرضاعه الصفره الطبيعيه او الفسيولوجيه هو علاجها رضاعه فقط. حته بقى ان انا احط حاجه اسمها بقى ايه فيتامين الصفرة او جلوكوز او الفوار الصفرة، كان ده ملوش اي اساس من الصحه. او حتى لغايه لو قلنا مثلا في فوارات دلوقتي يقول لك بتاع علاج الصفرة، مفيش اي بيبرز او اي ابحاث تقول ان هي 100% بتعالج. تمام كده. طب حتى الكلام الجديد اللي انا بسمعه دايما ان ايه ما كانش هينفع مش هيضر، لا والله انا بلاقي حاجه بتضر. يعني الطفل لما ياخد فيتامين الصفرة الظريف ده بيبقى البيبي اولا طعمه مر جدا، الطفل مش طايق نفسه، ساعات بيرجع فما يرضعش كويس فالصفرة تزيد. يحصل العكس. الجلوكوز نفس الكلام، معرفش الدكاتره بيوصفوا ليه. انا الجلوكوز بالنسبه لي اولا مش تغذيه، وبتخدش بالفم بطريقه كبيره قوي كده، احنا بنديه في الوريد في حالات معينه، لكن مش الهدف منه التغذيه خالص. فانا ما ينفعش يبقى بديل اللبن، ما ينفعش، او علاج صفره. بالعكس طب هو هيضر؟ هيضر في حاجتين، اولا سعرات حراريه مش قوي فمش هيغذي البيبي اصلا، ثانيا بيعمل حاجه اسمها ايه التهاب في جدار المعده، فممكن يخلي الطفل يرجع اصلا بقى. واحنا محتاجين اللبن، واحنا اصلا محتاجين البيبي يرضع اساسا. فالصفرة ساعات بتزيد. طيب بمناسبه الترجيع بقى، ساعات بقى بيبقى في ترجيع متكرر مع الطفل، ممكن يبقى عدد احنا قبل كتير بس قوي في اليوم. قبل ما ناخد موضوع الترجيع في حاله الصفرة، اوكي طيب فضل. احنا قبل ما ناخد في حاجه مهمه عشان ما طلعنا منها زي فيتامين كاف كده، اوكي اتفضل. ان الام اللي اول يوم صفرتها صفره البيبي عاليه، يبقى غالبا هي عنده صفرة تكسيرية نتيجة ان الام فصيلة دمها او. فعشان نطلع من النهارده حاجة مفيدة بقى، يبقى كل الامهات الحوامل يعملوا فصيلة كاملة مش ار اتش بس، عشان الناس مهتمة بار اتش بس مش عارف ليه. الفصيلة مهمة جدا، عشان لو او غالبا غالبا لو الاب مختلف اي او بي فالبيبي هيطلع زيه، فغالبا البيبي هيتصف مش كلهم بصراحة، يبقى حوالي 20-30% بس في نسبة نحترمها، ونعمل لكل الامهات فصايل عشان اللي هتبقى اوه تبقى حاطه عينيها في وسط راسها. طب ايه بقى الوقايه من كده؟ ما فيهاش يعني وقايه، متابعه ان انا هعمل احتاج حجز هيتحجز علاج ضوئي، يعني مش حتما هيجي له حتى لو الام عملت، بس ما يجيليش بتال اربع ايام صفرته حاجه و20 او 30 يبقى البيبي حصل له مشاكل في خلايا الدماغ وما لهاش رجعه. لكن انا الحقه من اول يوم علاج ضوئي، احتاج حاجه اسمها ادويه مضاده للتكسير اديها له في الحضانه، ادي له محاليل عشان تخلي صفره، ما هي تدخل حضانه علاجها في الحضانه. بس اعالجها اول يوم غير ما اعالجها رابع يوم، بتفرق في فرق. لان ايه بيريح وتم اروح بكره ولا بعده بيحصل مصيبه بقى وملهاش حل المصيبه دي لو عالجت كده.
لو عالت وعدت جدار المخ وحصل مشاكل او ترسبت في خلايا الدماغ، لا قدر الله، خلاص كده. فانا الحق الموضوع دوت واعالجه في حضانه من اول يوم. أوكي. يبقى دي حاجه، يبقى رقم اتنين معدن فيتامين كاف، نعمل لكل الحوامل فصيله عشان نعرف هي او ولا لا، زي الار اتش، ار اتش ولا لا. فهي او ولا لا، او هاخد بالي، مش او خلاص انا غالبا مش هيبقى في سفر تكسيري اصلا. طيب. غالبا يعني. اوكي نرجع لسؤالي بقى بتاع الترجيع المتكرر. يبقى احنا قلنا اول ضوء احمر اللي هو ايه، البيبي ما بيمشي سوري ايه سفره في اول يوم. رقم اتنين الترجيع. احيانا بيكون ترجيع عادي مره او مرتين في اليوم مثلا. في ثلاث حاجات. اوكي اتفضل. في اللي هو القشط اللي هو البيبي بينزل شويه لبن، دي اللي بعد الرضاعه، اللي هو شويه حاجه تشبه الايه، القشط اللي هو اللبن المجبن ده عادي. فده ما فيش منه مشاكل. في الترجيع العادي، البيبي بيرجع مره او اتنين من عدد الرضعات اللي بيرضعها في اليوم، حوالي 10 12 رضعه من والدته. فرضع اتنين واحدة او اتنين مفيش منها قلق، بس لازم اتابع دكتور. فده ضوء احمر احسن يكون بيبي عنده حاجة اسمها ارتجاع بسيط. لان هنيجي بقى للتالتة بقى اللي هو الترجيع المتكرر. الترجيع المتكرر هنا ده بقى لازم دكتور. يعني ترجيع متكرر يعني مرجع من كل 10 رضعات 8. طب انا هقطع حضرتك ثانية. الترجيع العادي اللي هو من مرة او مرتين ده مش لازم اروح للدكتور فورا؟ المفروض نروح. طب انا في البيت وفي مشاكل، في تعليمات بقى للكلام ده. تعليمات عشان الطفل يعني. بص بقى التعليمات هنا دي وضعيه الرضاعه نفسها، تمام كده، الام ماسكه البيبي ازاي، البيبي بيرضع ازاي، هنرضعه هكرعه وهنيمه ازاي، دي ليها تعليمات. طيب ممكن حضرتك تقول لنا نقولها ازاي؟ بسرعه. اوكي. الام ليها وضعيه رضاعه، الام الجديده ما ينفعش ترضع وهي نايمه، دي عايزه خبره شويه، وموجوده على النت والناس موجوده، ان هي رضعه النوم. دول بقى حديث الامومه يعني، رضعه جانبيه ومش عارف ايه. عشان سيبك من الرضعه الصح بالنسبه لنا، الام تبقى قاعده زمان قاعد كده ظهرها مفروض طبعا بس مستريحه بقى، الام الجديده تبقى متشنجه شويه عامله كده وبتاع وحاجات كده، لا احنا مش عايزين، ريلاكسد خالص، مخدات بقى في الظهر وفي الجناب والايد، وتحس ان القاعده مستريحه، البيبي راسه فوق كويس، رجله تحت كويس. عشان كده ما ينفعش كده اللبن، انا ما ينفعش اشرب انا نفسي وانا نايم على ظهري عدل، معرفش لازم ابميل، لازم انا بيبي راسه فوق ورجله تحت كويس. الحاجه الثانيه، الامهات بترضع البيبي كده ويبقى البيبي بيعمل كده عشان ايه، صعب مش عارف يبلع، لازم بيبي كله مواجه لوالدته، يعني بطنه على بطنها وراسه فوق ورجله تحت. سلام. وبعدين بعمل حاجه اسمها تحفيز للبيبي، بحلمه البيبي الام، فالبيبي بروح فاتح بقه، فراح انا حاطط الحلمه والجزء الاسمر حوالين الحلمه في بق البيبي كويس بحيث يضخ اللبن كده صح، لكن ما احطش بعيد، بيبي هيعمل اصوات بقى وهيبقى البيبي ياخد هوا معاه، فممكن يرجع مع الحكايه ديت. تمام كده. واخر حاجه بقى بعد الرضاعه، هكرع كويس واخد وقتي كويس عشان اللبن اللي في الفم وفي المريء ينزل يستقر في المعده. طب خلاص لحد ما يتجشى، لو اتكرع تمام خلاص كده. طب ما اتكرعش، ان السؤال ده كتير جدا، لو الدكتور ما بتكرعش يبقى ناخد وقتي عشان اللبن ينزل، خلاص مفيش مشاكل. تمام كده. يعني نزول اللبن مش دليل انه تجشى، يعني ممكن ينزل اللبن من غير ما يتجشى. ممكن ينزل، لانه لو خدت هو يعني ايه تكريع الاول، تكريع يعني لبن وتحتيه هواء. فانا بكرع عشان اخرج الهواء ده، ينزل اللبن، فلو كميه صغيره مش هيبقى تحتيها هو، هيروح فين، مفيش اصلا هواء، لكن لسه فوق ما نزلش تحت، فبينزل كميات صغيره تنزل على جدار المريء فينزل تحت. لكن لو فوق ونيمتيه هروح مرجع. وصلت؟ وصلت. فاحنا ناخد وقتنا 15 دقايق. وبعدين بقى اللي جاي دي مهمه قوي، لازم البيبي ينام مايل سنه كده، ما ينفعش ينام عدل كده ده بعد الرضاعه، يعني وقت النوم اثناء فتره النوم. ما احطه على السرير، ما احطوش كده، احطه عالي كده، وخدي بالك بقى مش مخده بعمل كده، لا لازم كله يبقى عالي كده. هعملها ازاي؟ هجيب بطانيه او كبرتايه هطبقها عريضه ناحيه عاليه ناحيه واطيه بحيث يبقى مزلقان كده، واحط عليها البيبي. طبعا في دلوقتي مخدات او في حاجات كبيره عريضه كده معموله عشان القصه. نروح للترجيع المتكرر. بقى ايه هو الترجيع المتكرر؟ يبقى كام مثلا مره في اليوم تقريبا كده؟ يعني كل رضعه بيرجع، تقول لك يا دكتور كل ما يرضع يرجع، كل ما يرضع يرجع، ده اسمه ترجيع متكرر. ده ليه اسباب كتيره، واحنا عندنا في الطب الشائع شائع بيرجع كتير يبقى عنده ارتجاع في المريء. هنبعد بقى عن قصه بقى، هو ممكن يكون عنده ابتلاءات خلقيه في المريء، ان هو عنده انسداد معوي مش عارف ايه، فدي خليها في الاخر خالص، وبيفرق معانا الحاله العامه. اللي يهمني قوي في الارتجاع المتكرر ده ان الطفل بيبقى حلو كبير، عياته قوي، بيمص كويس، لكن بيرجع كتير، ده اسمه ترجيع متكرر. ايه بقى يعني ترجيع متكرر؟ يعني ايه قصدي ارتجاع في المريء؟ ارتجاع في المريء يعني المريء وظيفته ايه؟ المريء مش ماسوره كده اللبن بينزل فيها يوصل للمعده، لا ده مكان مقفول بيستوعب الاكل او اللبن ويقفل تاني، بيستوعب ويقفل تاني. ارتجاع بيحصل في ايه بقى؟ ده ضعيف فيبقى مهوي سنه كده، وتحت مش قافل على المعده. فاللبن بيرجع. اوكي، يعني لازم في الترجيع المتكرر
الام تذهب بابنها لازم دكتور. ليه بقى؟ في الترجيع العادي تتبع التعليمات دي، لو جاب او نتيجه تروح لدكتور تمام. برضه، بس ممكن ما تروح. بس انا بالنسبه لي لو رجع مرتين بس في اليوم تمام، تمام، مفيش بس مشاكل. مع التعليمات دي مع تبقى كده التعليمات تمام هيظبط جدا، ومفيش اكتر من مشاكل، كده تروح لان للدكتور. برضه الترجيع ده سببه ايه؟ ان الام بترجع كتير، بترضع كتير. ما هو اللبن، ما هو المعده ليها قوه استيعاب، لبن 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 هيرجع. بعد كده يعني مش هيروح من فين؟ مصلحه الطفل انه يرضع كتير. لا، في اول اسبوع 10 ايام اسبوعين، لا رضع زي ما انت عايز، كل ساعه ونص ساعة، كل ساعه ساعه ونص، كل ساعه ساعه ونص، عشان اللبن، لان احنا قلنا علاج الصفره رضاعه الصفر. طبيعيه. لكن بعد اسبوعين ثلاثه لا، لازم انظم بقى، خلاص خد عليكي وانت لبنك بقى كويس، خلاص بقى نظمي، يبقى كل ساعه ونص ساعتين. اوكي مش قادر عليه بلاش كل قبل ساعه ونص عشان تفاخ والمغص والكلام ده، مغص ما نخرجش عن موضوع الارتجاع طيب. المتكرر. علاجه ايه؟ ده مع التعليمات ليه ادويه، طبعا دكتور متخصص الدكتور هو من غير اللي تفاصيل هيقول. بقى، طيب اوكي شكرا. ومتابعه. ليه بقى؟ لان الارتجاع المريء بيرجع بس بشرط انه يزيد في الوزن. فالطفل اللي بيزيد في الوزن ده طفل كويس ما فيهوش مشاكل. اوكي شكرا جدا يا دكتور، استفدنا من حضرتك. اشكر دكتور شريف المهدي. مشاهدينا اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا معانا في حلقه النهارده، والحين يتجدد اللقاء. اسيبكم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.